اللي بدي أقوله عن حياكة الكروشيه، هي بتختلف فيها قطب مختلفة، قطب كبيرة مثل اللون الأزرق يعني بتبين السكين، وقطب كتير صغيرة ضيقة ما بتبين البشرة من تحتها مثل هون. فالرجل يبتعد عن هيدي القطبة، خاصة الرجل الشرقي نحن عم نحكي، اللي متردد أنه يلبس الكروشيه تتكون إطلالته لائقة ومحترمة. إذا بديك في يلجأ للكروشيه بقطب صغيرة، إن كانت جاكات أو كامب كولر توب مع بانتالو مثل ما ذكرت، وبيطلع كتير اللوك أنيق وعصري، واي نات يعني صراحة جدا أنيق يعني. طيب نشوف كمان إطلالة أخرى بالنسبة للكارديجنز الكروشي اللي إلى زر بتنفتح، طبعا يبتعد عن هالإطلالات الغير هذه إطلالة أظن اللي لبسها بالغلط هذا إكس كبير هنا لا احذر أكيد ما بدنا نتطلع على هيديك الإطلالات، ففيهم يلبسوا كارديجن مفتوحة ولكن يحطوا تحت منها تي شيرت حلو مثل هيك تنفتح. شوف اللون الزيتي قديش هون جميل، واللون البني مناسب هلا لفصل الخريف والشتاء، فبتنفتح الكارديجن مع تي شيرت تحت منها، يطلع إطلالة أنيقة جدا يعني. هذا مرة لا